النهارده الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع وزاري لاستعراض المخطط الاستراتيجي للقاهره وايضا الرؤيه والتخطيط المستقبلي لها من 2020 ل 2050. يعني ربنا يدينا طولة العمر كده ونشوف القاهره في 2050 هيبقى شكلها عامل ازاي. حضر الاجتماع مجموعه من الوزراء: المهندس احمد المغربي وزير الاسكان، اللواء عبد السلام المحبوب وزير التنميه المحليه، المهندس علاء فهمي وزير النقل، وايضا دكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة. الدكتور مجدي راضي طبعا المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء قال بأن المخطط تضمن المحددات التي يجب العمل بها على تحقيقها خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى خلخلة منطقة وسط القاهرة وجعلها غير جاذبة للمزيد من السكان. مهم النقطة دي، أكيد هنعرف تفاصيل أكتر من خلال التليفون اللي هناخده دلوقتي حالا، لكن اسمحوا لي أقول أنه كمان الدكتور راضي قال أن وزير الإسكان عرض خلال الاجتماع سبع برامج في إطار المخطط الاستراتيجي للعاصمة. هي أول واحد، اسمحوا لي أقول لحضراتكم السبع نقاط اللي مهندس أحمد المغربي قالهم: وضع مشروع قانون جديد لإدارة العاصمة لدعم استقلاليتها الإدارية ويعمل على تعزيز الحوار من أجل ذلك، حماية ودعم موارد البيئة الطبيعية وإعادة التوسع في المناطق الخضراء بعد تقلصها، حماية التراث العمراني والحضاري وإعادة بث الحياة فيه، وضع هيكل جديد للتحديث العمراني للعاصمة، رفع كفاءة المرافق العامة والخدمات والطرق، تطوير العشوائيات والبدء ببرنامج تفريغ القاهرة من العشش، تطوير الخدمات في المناطق الأكثر احتياجا خاصة الطرق والصرف الصحي. ناخد بقى التليفون أكتر عشان نعرف يعني معلومات أكتر عن هذا الموضوع. معانا الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا، مساء النور، أهلا بيك. أهلا بحضرتك دكتور عبد العظيم. عايزين نعرف تفاصيل من حضرتك أكتر ونوضح لسادة المشاهدين إيه هو التخطيط الجديد للقاهرة وأي منطقة بالضبط اللي هيتم فيها يعني الشغل الأكتر واللي هيبان لينا إحنا كمواطنين طبعا لو ربنا ادانا طولة العمر. يعني اسمحي لي الاول، يعني عايز اخلي الساده المشاهدين يعني ياخدوا فكره عن ما معنى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى. بعيد المدى اللي هو 2050 بيبقى في هيئه التخطيط العمراني، وهي هيئه متخصصه تضم عدد من الخبراء والمهندسين في التنميه العمرانيه والمعماريه وما الى ذلك، ودي هيئه بتتبع وزاره الاسكان. القانون الاخير، قانون البناء الموحد اللي صدر في سنه 2008، جعل انه لابد كل محافظه يبقى ليها مخطط بعيد المدى. بعيد المدى بمعنى انه نضمن الا يتغير مع مضي الوقت، علشان ما يجيش محافظ يمشي محافظ يجي، وزير يروح وزير يجي، وزارة تروح وزارة تيجي، يبقى تتغير المخططات. لا، ده مخطط ثابت وكان نتيجة حوار مجتمعي مع شرائح مختلفة من أبناء المجتمع في محافظة القاهرة، وتم وضع هذا المخطط. المخطط بيقول أو بيعنى بصفة أساسية ما هي استخدامات الأراضي، ما هي المشروعات التي يسمح بها ولا يسمح بها، زي مثلا مش مسموح في القاهرة بمشروعات صناعية. أيوة. مش مسموح في القاهرة بعد الآن بمشروعات إسكان ضخمة. غير مسموح في القاهرة ببناء مباني عامة تتبع وزارات جديدة أو ما إلى ذلك، أو جامعات جديدة أو فروع جامعات جديدة، إن القاهرة يعني خدت كفايتها من العمران والتعمير، ويبقى بعد ذلك ترشيد هذا العمران، يبقى بعد ذلك إن احنا نحدد استخدامات الأراضي ونحدد ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح. يمكن من بين المخططات اللي احنا اعتمدناها ووافق عليها السيد رئيس الوزراء اليوم انه سياسه الخلخله. خلخله بمعنى ايه؟ ان احنا نبعد بالكثافه السكانيه والكثافه المروريه ونخرج بها من قلب القاهره الى اطراف القاهره. لعله اللي يشهد على ذلك انه المشروع نقل عدد من الوزارات من قلب القاهرة، من مثلث أو مربع الوزارات اللي موجود في القصر العيني وميدان التحرير إلى الطرف الشرقي لمحافظة القاهرة فيما يسمى بالمدينة الحكومية أو اسم قريب من هذا يعني يستقر عليه فيما بعد.
المباني الضخمه اللي بتضم عدد كبير من الموظفين. بس اسمح لي يا دكتور، اسمح لي يا دكتور، يعني احنا بقالنا سنين بنتكلم على ان مهم قوي ان الوزارات اللي موجوده في وسط البلد تتنقل لبعيد. أيوة. احنا ما شفناش حاجه اتنفذت لحد دلوقتي، يعني قصدي ده موضوع مطروح من زمان. يعني لازم ده يتنفذ في ضوء المخطط اللي احنا اعتمدناه، عشان ما يبقاش التنفيذ ارتجالي، ما يبقاش مثلا يجي حد يقول ده احنا هننقل القاهره في مدينه السادس من اكتوبر، هننقلها في مدينه السادات. لا، المساله اتدرست كويس جدا، وانه العاصمه من الناحيه الدستوريه لابد ان تكون في مدينه القاهره، ولذلك جرى الاستقرار على مساحه 1700 فدان موجوده في شرق القاهره على الطريق الدائري مقابله للقاهره الجديده، ويبدا نقل الوزارات. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول اللي احنا نهتم بيه النهارده ان احنا نتفق ونستقر ونضع نظام للمخطط الاستراتيجي، محدش يغير فيه بعد كده، محدش يجي الا طبعا في حدود مرونه مسموح بها في التنفيذ بقدر ما بالشكل الذي لا يخل بالمخطط الاستراتيجي. طيب يعني ده النهارده اللي كان معروض على السيد رئيس الوزراء من جانب الهيئه العامه للتخطيط العمراني، كورنيش فروض الفرج، الاشتراطات البنائيه على الكورنيش كيف تكون، استخدامات الاراضي كيف تكون، وبعد رود الفرج بننزل على المحكمه الدستوريه العليا لغايه نهايه حدود المحافظه مع حلوان، ايضا المحاور المروريه الرئيسيه كيف تكون، وبعد ذلك بتاتي مشروعات المحافظه. اهميه هذا الكلام ايه؟ عشان ما نخشش في تفاصيل كتير. أيوه. ان المحافظه لما تيجي تنفذ مشروعاتها لا تخرج في التنفيذ عن هذا المخطط، بحيث يبقى ما نجيش بعد كده طبعا يعني ال 2050 قد تكون بعيده زي ما بدات حضرتك وقلتي، لكن ما نجيش بعد كده نعمل حاجه النهارده نندم عليها بكره. طيب عايزين برضو باختصار شديد، جميل، ما معنى التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى؟ نعرف من حضرتك برضو يا دكتور يعني الشكل هيبقى عامل ازاي، شكل القاهره هيبقى عامل ازاي، يعني مثلا المنطقة مصر، منطقة مصر القديمة، المنطقة منطقة الأزهر والحسين، وحضرتك عارف ان دي مناطق سياحية جاذبة جدا، هل هيتغير فيها حاجة؟ هل في مثلا اماكن المنطقة اللي حضرتك قلت هيبقى يعني مش هيبقى فيها جذب للسكان اكتر؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ هل في مناطق المفروض هتبقى مثلا ما فيهاش عربيات خالص للمشاة فقط؟ الشكل هيبقى عامل ازاي؟ يعني خليني اقول لك على قد السؤال، لو خدنا منطقة زي منطقة وسط البلد القاهرة الخديوية، احنا بنعمل جراج ضخم عملاق في ميدان التحرير عند الانتخانة عند المتحف. أيوه. هذا الجراج هيسمح لنا بغلق بعض الشوارع، مش كل بعض الشوارع في وسط البلد تبقى للمشاة فقط، لان لما يبقى عندي جراج يتسع لعدد كبير جدا من السيارات، ويبقى من الممكن ان يبقى في سيارة كهربائية مكوكية ما بين الجراج وما بين وسط البلد، ده يساعدني في إعادة تخطيط منطقة وسط البلد. أيضا المشروع اللي احنا بنتكلم عليه وهو مشروع إحياء القاهرة الخديوية، لما بنحدد الارتفاعات فيها بحيث إنها لا تزيد عن 18 متر، عشان لا أفاجأ بأبراج فيها ولا بمباني عالية، ولا أفاجأ فيها بمنشآت صناعية أو منشآت تجارية عملاقة أو مولات أو ما إلى ذلك. لما نقول إن احنا عايزين نخطط منطقة ميدان الأوبرا ويبقى فيها ميدان فسيح، ويبقى فيه جراج تحت الأرض بدل الجراج اللي بيشوه الميدان وبيشوه القاهرة الخديوية، المجراج اللي موجود حاليا ده. صحيح. ويبقى دي ساحات مفتوحة، ده جزء. الجزء الثاني القاهرة الفاطمية، القاهرة الفاطمية لها نظام اتوضع إنه ما يبقاش فيه أي مبنى يعلو على أي أثر موجود، ما يبقاش فيه مباني تختلف في شكلها وواجهتها عن الطابع المعماري الخاص بالقاهرة القديمة، القاهرة. صحيح. الفاطمية. حضرتك عارف يا دكتور، منطقة زي منطقة الزمالك، منطقة جاردن سيتي، بنحدد الارتفاعات اللي فيها، منطقة زي مصر الجديدة اتحددت الارتفاعات اللي فيها. يعني أتمنى إن ده يتم للقاهرة. طبعا كنا نتمنى يبقى في فرصة أكثر إن احنا نشرح هذا، لكن على بقدر ما يسمح الوقت دلوقتي بنقول الافكار الاساسيه. عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور، يعني يمكن انا رحت قبل كده البرازيل، وبالتحديد في برازيليا. برازيليا متقسمه تقسيم يعني دقيق جدا، انا الحقيقه مش عارفه قعدوا يقسموا فيه قد ايه، يعني عاملين جزء مخصوص من يعني برازيليا متقسمه على جناح طياره، كانها طياره والجناحات بتاعتها، حاطين في النص المدارس والجامعات، على الشمال
كلها مناطق للسفارات، على اليمين كلها مناطق للمدارس، يعني مقسمين، وفي ورا خالص عاملين المناطق السكنية، يعني مقسمين كل حاجة لوحدها، المستشفيات في مكان، الجامعات في مكان، والمدارس، منطقة السفارات في مكان، المنطقة السكنية في مكان. هل ده حضرتك يعني ما ينفعش كان يتم في مصر في يعني احنا حتى ننقل الخدمات دي بعيد؟ اسمحي لي اقول لك انه يعني اللي بيجمع الفكرتين مع بعض فكره تحديد استخدامات الاراضي، لكن في فرق كبير جدا ما بين برازيليا والقاهره. برازيليا هي طبعا كانت مساحه شاسعه جدا، يعني ارض فضاء كان عامله زي القماشه اللي في ايد ترزي بيفصل فيها براحته. انما القاهره نشات على مر العصور، القاهره النهارده عمرها ما يزيد على 1000 سنه. أيوة. فما نشأتش كلها في وقت واحد، لكن هذا لا يمنع ان الطابع المعماري لكل منطقه له شكل خاص. يعني منطقه وسط البلد تختلف عن منطقه النزهه، عن منطقه مدينه نصر، عن مصر الجديده، عن الزمالك، عن جاردن سيتي، كل أكيد. منطقه من دي ليها طابع معماري خاص بيها. صحيح. ده اللي احنا عايزين نحفظه، ده اللي احنا عايزين نحييه ونحافظ عليه، وفي نفس الوقت بنخلي المستقبل ما يبقاش في المستقبل منشآت أو إنشاءات أو أي كيانات تتنافى وتتنافر مع ما هو قائم. صحيح. عملية تحقيق الانسجام مع ما هو قائم، وليس أن أنا بنشئ مدينة جديدة. يمكن ده الفرق اللي بين القاهرة وبين أكيد. برازيليا أو المدن الجديدة بصفة عامة. صحيح. دكتور عبد العظيم وزير، بشكر حضرتك جدا، بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب، وكل اللي حضرتك بتتخيله وتم ويعني ناقشتوه النهارده في الاجتماع يتم على خير إن شاء الله. شكرا لحضرتك.